إفرايم راع الريح وتابع الريح الشرقية. بعد ما مشي شوية ورا ربنا غير الاتجاه ومشي ورا الريح. الريح دي رمز الهوى، بقى الهوى هو اللي بيقوده وبيرعاه. فجت ريح شرقية، وانت عارفين الريح الشرقية باستمرار تبقى رياح ساخنة حارة جدا تلفح، رياح الشمالية تبقى باردة، الشرقية تبقى حارة. تابع الريح الشرقية كل يوم يكثر الكذب والاغتصاب، لانه مشي تابع الريح على حسب ما الريح بتوديه بيمشي. الريح تتجه الناحية دي يتجه معاها، تروح الناحية التانية يروح معاها، تطلع فوق يروح معاها، حتة ورقة في مهب الريح. فبان مشي ورا الريح من خلال تذبذبه. يقطعون مع أشور عهدا، يروح شوية الأشور ويعمل معاها عهد واتفاقية. وإلى مصر، بالزيت إلى مصر يجلب، وبعدين ياخد هدية زيت، لأن كانوا عارفين أرض إسرائيل مشهورة بزراعة الزيتون وكانوا بيطلعوا منها الزيت، وياخد هدية زيت إلى مصر عشان يتردى وجه مصر. عمال يتذبذب شوية يمين وشمال، شوية فوق وتحت، لانه بيرعى ورا الريح، تابع وراء الريح. فللرب خصام مع يهوذا، وهو مزمع ان يعاقب يعقوب بحسب طرقه وبحسب افعاله يرد عليه. اذا كان اسرائيل بهذا الوضع ويهوذا ايضا بنفس الوضع الردي، فعشان كده هيعاقب الكل. مزمع ان يعاقب يعقوب، فجمعهم اسرائيل ويهوذا في كلمة يعقوب، لان اسرائيل ويهوذا جايين من مين؟ من يعقوب الاب. بحسب طرقه وبحسب افعاله يرد عليه. وبعدين ابتدى ربنا يعمل حاجة لطيفة قوي، ابتدى يفكرهم بابوهم، ابوهم يعقوب. قال لهم انا احكي لكم الحكاية بتاعت ابوكم، ونشوف في الحكاية دي مواقف جميلة بينه وبين ربنا. في البطن قبل ما يتولد يعقوب قبض بعقب اخيه عيسو، مسك في رجله، وبقوته جاهد مع الله، جاهد مع الملاك وغلب، بكى واسترحمه، وجده في بيت ايل وهناك تكلم معنا. والرب اله الجنود يهوى اسمه، وانت ترجع الى الهك، احفظ الرحمة والحق وانتظر الهك دائما. قال لهم ما تبصوا لابوك وعمل ايه، وذكر عدة مواقف لهذا الاب في تاريخه. ده من البطن قبض بعقب عيسو، كان متتبع مين؟ عيسو. ماشي وراه ليه؟ عايز ايه من البطن وماسك في رجله ليه؟ يا يعقوب يقول لك اصلا انا عايز البركة والبكورية، كان عايزها حتى من قبل ما ايه يتولد، قبل ما ينزل. البركة والبكورية دول الميراث الروحي بتوع الانسان. يعقوب من قبل ما يتولد بيدور على الميراث الروحي، لكن عيسو بيدور على الاكل الجسدي. باع الميراث الروحي باكلة عدس ملا بيها بطنه. لكن شوفوا يعقوب ابوكم كان بيدور على الميراث الروحي من قبل ما يتولد، عشان كده نزل يتخانق مع عيسو، عايز يلحق قبل عيسو عشان ياخد البركة والبكورية. ولما كبر بقوته جاهد مع الله، اتخانق مع ربنا. تأمل اللي سمعناه في اول يوم، لما صارع يعقوب الله والله ضربه على حق فخده وقال له يعقوب لن اطلقك حتى تباركني، فقال له انت اسمك ما يبقاش يعقوب لكن اسمك اسرائيل، اي الذي جاهد مع الله وغلب. فبيقول لهم ابوكم جاهد معايا وغلب، جاهد مع الملاك وغلب. الملاك ده اللي احنا كنا عارفينه هو كان مين؟ شخص المسيح.
ده في الصراع اللي حصل ما بين يعقوب وما بين المسيح. حقيقة ان ربنا كان بيصارع يعقوب وبيعضد يعقوب في نفس الوقت، يعني كأنه بيضربه بالايد وفي ايد تانية بيسنده، بالشمال بيديله بيضربه، بيصارع ضده ضد الذات الانانية اللي فيه، وبيمينه بيعضده بيسنده، وباليمين لان الله مش عايز يحطم فعشان كده بيستخدم الشمال، لكن اليمين اللي هي القوية هي اللي بتسند الايه الانسان. فهات الانسان يبقى فيه مواقف متناقضة من جوه، محتاج ان ربنا يضربه وفي نفس الوقت يسنده. ده الصراع اللي دخل فيه، بس غلب ربنا ازاي؟ يقول كده بكى واسترحمه. غلب ربنا مش بعضلاته، لكن غلب ربنا بايه؟ بالبكاء وطلب الرحمة. لما قال للعروس النشيد كده حولي عيناك عني فانهما قد غلبتاني. اصل الابن الولد يغلب ابوه، مش لانه اقوى من ابوه في العضلات، رامي يغلب ابوه قوي بدمعتين ينزلهم، بالبكاء وحب الاب يخليه ينغلب من الدموع دي. فبكى واسترحمه، جاهد يعقوب ببكائه واسترحم ربنا وطلب الرحمة. وجده في بيت ايل، في بيت الله، وهو مرة وهو هربان من عيسو شاف السلم، ومرة تانية هو راجع جاهد معاه وغلب. وهناك تكلم معنا. هي ان كلمة معنا دي محيرة نوعا ما. معنا يقصد بها مين؟ ثالوث الله، ولا يقصد بيها ان الشعب كله كان موجود في يعقوب والله تكلم مع الشعب كله من خلال يعقوب؟ هي قد تحمل المعنيين، لكن تكلم معنا كأن ربنا عايز يقول لهم زي ما ابوكوا يعقوب غلب تقدروا انتوا كمان تغلبوني. لما تعملوا نفس اللي عمله يعقوب يبقى ليكم نفس الطلب اللي طلبه يعقوب، طلب البركة، اطلبوا البركة. لما يبقى ليكم نفس الجهاد والصراع، لما يبقى ليكم نفس البكاء وطلب الاسترحام، تقدروا تغلبوني وتخلوا رحمتي تغلب. فزي ما عمل ابوكم اعملوا انتوا كمان، فرعوا معايا واغلبوا وانا مستعد ان انا اتغلب. ده انتوا هتغلبوا مين؟ الرب اله الجنود يهوى اسمه، الكائن والكيان، اله القوات كلها، تقدروا تغلبوه، تغلبوه بدموعكم، لان هو بيغلب من تحننه. حولي عينيك عني لانهم قد غلبتاني، ويغلب من محبته. عشان كده بقى بيشجعهم خليكوا جادين في الرجوع زي ما ابوكم يعقوب كان جد في الصراع معايا. انت فارجع الى الهك، اعمل زي ما عمل ابوك، ارجع الى الهك. ورجوعك ده يكون رجوع عملي، انك احفظ الرحمة والحق وانتظر الهك دائما. ثلاث ابعاد بتوع معاملات الانسان: الرحمة، معاملة الانسان مع الاخر، الحق، الامانة، معاملة الانسان مع نفسه، انتظار الله، نظرة الله، معاملة الانسان لله. انتظر الهك، خلي اتكالك على الهك مش اتكالك على مصر ولا على اشور. انت كمان ارجع واعمل زي ما عمل ابوك. وربنا هنا بيشجعهم وبيقول لهم ان انا اتغلبت منه ومستعد اتغلب كمان منكم. ومازال ربنا بيشجعنا ويقول لنا انا عندي استعداد ان انا اتغلب منكم، ابكوا واسترحموني. وبعدين ربنا يقول بس انا بكلم مين؟ مثل الكنعاني في يده موازين الغش.
يحب ان يظلم. خسارة اسرائيل ده اللي اخذ هذا اللقب الامير الذي جاهد مع الله وغلب هذا الشرف العظيم، تحول ان دلوقتي بيسمي اسرائيل الكنعاني، بيشبهه بالكنعاني. وكلمة كنعاني بالعبرية هي نفس كلمة تاجر، نفس كلمة تاجر. ودي كانت شغلة اسرائيل في هذا الوقت، التجارة زي ما اتكلمنا، بس التجارة بواسطة ايه؟ في يده موازين غش، يصغر الايفة ويكبر الشاقل. يحب ان يظلم، والعجيبة انه بيدافع عن طريقة الغش اللي عايش بيها. عارفين بيبررها بيقول ايه؟ فقال افرايم اني صرت غنيا وجدت لنفسي ثروة. انا بعمل كده عشان اجيب لنفسي ثروة، اصنع لنفسي ثروة. بيبرر الغش بتاعه ومستريح جدا للغش علشان هو عايز يكون ثروة. جميع اتعابي، الثروة دي انا هكونها بتعبي، وانا لما كمان بغش انا بتعب. لا يجدون لي فيها ذنبا، ما هو خطية. زي ما احنا بنعمل الغلط وبعدين نرجع نبجح ونبرر نفسنا ونقول يعني انا عملت ايه يعني، ما كل اللي انا بعمله الناس كلها بتعمله، مفيش غلط انا عملته، مفيش جريمة انا عملتها. لما الانسان يحب ان هو يبرر الخطأ بتاعه. وانا الرب الهك من ارض مصر حتى اسكنك الخيام كايام الموسم. قال له انا الرب الهك اللي دعي اسمي عليك، وانت بتعمل هذا التصرف، عايش بالغش والظلم والكذب. طب انت هتخلي نفسك بقى انك تسكن فين؟ في الخيام كايام الموسم. ايام الموسم ايام العيد، وانتوا عارفين في عيد اسمه عيد المظال كانوا بيطلعوا يسكنوا في خيام. فقالوا بقى الخيام دي مش هتبقى في ايام العيد، لكن هتبقى حياتك اليومية، انك هتتشتت وتتخذ من ارضك ومن بيوتك وتبقى ساكن خيام لاجئ يعني. وكلمت الانبياء وكسرت الرؤى، عمال ابعت انبياء كتيرة واعلن برؤى كتيرة، عاموس وهوشع وعبيديا وميخا واشعيا وارميا، ان حد يسمع؟ محدش بيسمع. وبيد الانبياء مثلت امثالا، هوشع اهو جعله مثل وقال له روح خد اتجوز امرأة ذانية، وان الناس تاخد بالها او انها تاخد الموضوع بجدية، محدش بياخد الموضوع بجدية. انهم في جلعاد قد صاروا اثما. وجلعاد دي كان بلد مشهورة في حياة ابوهم يعقوب. فاكرين لما خلوا لبان طلع يجري وراه عشان يموته، وبعدين ربنا ظهر لخلوا لبان قال له مالكش دعوة بيعقوب. فلبان قال له انت ايه اللي انت عملته؟ كان بقدرة يدي ان انا اموتك، لكن الهك ظهر لي وقال لي مالكش دعوة بيه. فيعقوب راح عامل رجمة كومة كده سماها رجمة الشهادة، ان لبان ما يقدرش يتعداها ناحية يعقوب لأذيته، ولا يعقوب يتعداها ناحية لبان لأذيته. وكانت رجمة الشهادة دي في بلد اسمها جلعاد. فجلعاد دي كانت نصرة يعقوب اللي نصرها له الهه. دلوقتي قد صاروا اثما مثلا لا غير، في الجلجال ذبحوا ثيرانا ومذابحهم كرجم في اسلام الحقر. حولوا الاماكن المقدسة والذكريات المقدسة الى نجاسة. وهنا ربنا بيقول له سيب بقى القياسات والمعايير الخاطئة اللي انت عايش بيها واللي انت متكل عليها، لان احنا في اوقات كتيرة في حياتنا بتبقى في معايير وقياسات خاطئة واحنا ماشيين عليها. الناس كلها بتعمل كده، الناس كلها بتقول الكلام ده، الناس كلها بتتصرف التصرفات دي. انت ليك معايير غير معايير الناس. الانسان بتاع ربنا ليه قياسات تختلف عن قياسات الناس. ما تمشيش بالمعايير الخاطئة وبالقياسات الخاطئة. وبعدين بيفكرهم تاني بيعقوب
وهرب يعقوب الى صحراء ارام وخدم اسرائيل لاجل امرأة ولاجل امرأة رعى اللي هي مين؟ وبسبب رحيل خدم كم سنة؟ 14 سنة عشان يفوز بامرأة. جاهد 14 سنة والوقت ده كان يعقوب فيه ضعيف جدا وفقير جدا، لكن بالرغم من ضعفه وفقره جاهد 14 سنة لأجل امرأة. وانت يا شعبي مش عايز تجاهد علشاني؟ بنتحجج ان احنا ضعفة وما عندناش امكانيات، ان احنا فقراء. يقول له يعقوب ابوك جاهد 14 سنة هو ضعيف وفقير علشان يفوز بتلك المرأة رعى من اجلها، وانت مش عايز تجاهد من اجلي؟ وبنبي اصعد الرب اسرائيل من مصر، وبنبي حفظ. وبنبي اصعد الرب اسرائيل من مصر، وبنبي حفظ. موسى، الله اعطاهم موسى لكي ما يخرجهم من ارض مصر ويحافظ عليهم بعد خروجهم، لكن برغم ان ربنا عمل كده اغاظه اسرائيل بمرارة. اغاظه اسرائيل، اسرائيل ده مين؟ ده اللي موضع محبة الله بيغيظ الله وبمرارة. في كل مرة بنخطئ فيها احنا بنعمل نفس العملية. انا الانسان المحبوب جدا من الله بغيظه وبمرارة، فيترك دماءه عليه ويرد سيده عاره عليه. عشان كده دماؤه تغطيه وعاره يغطيه ويرجع عاره عليه. فكرهم بأبوهم اللي ترك الخيرات الزمنية من أجل بركة الرب، وهم دلوقتي بيسيبوا ربنا من أجل الإيه؟ خيرات الزمنية. ده واقع حالنا لما بنشوف ناس كتيرة بتسيب المسيح وبتسيب الكنيسة، سواء بتنكر المسيح او بتبعد عن الحياة الكنسية، لانها سابت ربنا من اجل الخيرات الزمنية، من اجل الربح المادي، بينما بيفكرهم ان ابوهم ترك كل الخيرات الزمنية من اجل ان هو يفوز بالبركة الروحية، من اجل ان يكون ليه علاقة بالاب. جاهد مع الله وغلب. في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاحين دول؟ ناخد راحة نص ساعة وكده ونكمل 8:30.